يقول هل كلام أهل الجنة فقط اللغة العربية؟ أول شيء من قال لك إن اللغة العربية هي كلام أهل الجنة؟ حتى يصير فقط. ومن قال لك هالكلام هذا؟ يعني ما في شيء ثابت حقيقة إن كلام أهل الجنة اللغة العربية. أنتم مستأنسين ليش إنكم عرب؟ هنا ما في شيء ثابت، ما في شيء ثابت أن أهل الجنة يتكلمون اللغة العربية. لكن جاءت في أحاديث ضعيفة جدا فلا يثبت من هذا شيء، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولكن ذكر بعض أهل العلم يعني من السلف رحمه الله تبارك وتعالى أن هذا الظاهر أن كلام أهل الجنة هي اللغة العربية، لكن ما في شيء ثابت أبدا في هذا الأمر. لذلك هذا طالما أنه أمر غيبي نقول الله أعلم ولا نخوض في هذا. أنت دش الجنة وإن شاء الله راح تتكلم عدل، يعني قضية إذا خايف مثلا تبي تتعلم من الحين لغة أهل الجنة، تبي تدش كورسات يعني في لغة أهل الجنة، تطمن إن شاء الله أنك من أهلها وراح تعرف تحكي عدل، يعني ما تحتاج لغة الإشارة حتى إن شاء الله تعالى.